نستغلوا حشرات اللي متواجدة على الجثة لمعرفة زمن الوفاة. الجثة كما كي تكون في مكان ما كان الدبابة الزرقاء هذيك ربي سبحانه خلقها، تقدر تكتشف الجثث في أي مكان كان مباشرة. تروح الجثة، تروح المخارج اللي في الكور تاع اللي في الجثة، وتروح تحط فيها البيض تاعها، وتروح البيض تاعها هذاك يتفقس ويولي دود. بعدها الدودة هذيك تروح بعد متر مترتين على الجثة ودير شرناقة، بعد تخرج منها حشرة وتروح تبدأ تختم في تأكل في الجثة. تكمل الحشرة هذه الأولى، تروح يجي حشرة ثانية. كل حشرة عندها مدة زمنية تجيها لجيل الجثة. من هذا الأساس نقدر نعرفوا الجثة هذه على أساس الحشرة اللي نلقاها هناك شعال عندها من اللي توفات. ونقدروا إذا لقينا حشرة متوفية ميتة تم في الجثة، نقدروا نعرفوا منها بعد الخبرة إنه الجثة هذه كانت مسمومة، لأن الحشرات ما تموتش، تخدم خدمتها وتروح. والحشرات هما أفواج، كل حشرة معروفة ومدروسة بالاسم وكل كل واحدة، كل حشرة وقتاش تجي، حشرة الأولى الثانية إلى آخر حشرة اللي يسموها العثة، هي اللي تقضي كامل على الأنسجة وتخلي الجثة هيك العظمي.